استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عليم قدير صدق الله العظيم. مشاهدي ومتابعي المصريون في كل مكان، احنا مع حضراتكم في فيديو لايف جديد من محافظة البحيرة. معانا النهاردة عمر صاحب موهبة مميزة في الانشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم، وهبوا المولى عز وجل حنجرة ذهبية زي ما حضراتكم سمعتوا. هنعرف قصته وحكايته مع الإنشاد وتلاوة القرآن الكريم. نتعرف حضرتك. عمر سلام أخوي. حضرتك قول لنا بقى، يعني مين أول حد قال لك صوتك حلو؟ يعني بدأت إزاي؟
والله اللي قالوا لي صوتك حلو كتير الحمد لله يعني. مش البداية خالص. طبعا انا اول حد وقف جنبي وكان يعني دائما وابدا هو اللي نمى موهبتي وكان في ظهري بجد يعني هو والدي ربنا يرحمه رحمة واسعة يعني. الحاج سلامة الخولي ربنا يرحمه رحمة واسعة، هو وامي وامهات المسلمين اجمعين. ده اكتر حد دعمني وسندني بفضل الله تبارك وتعالى، وعمره ما مل انه يسندني او يكل في اي حاجه ليا. فالحمد لله يعني هو الوحيد اللي قواني وقوى عزيمتي في ان انا نبقى فعلا قارئ قران الحمد لله. والله ياما سجل معايا، راح معايا قناه الرحمه، قناه الناس، قناه كذا مكان يعني في الاستديوهات في 6 اكتوبر الحمد لله. الوحيد هو اللي دعمني يعني الحمد لله. إيه نميت موهبتك ازاي؟ يعني وصلت للمستوى ده ازاي؟ سماعي انا من صغري، من وانا في اولى ابتدائي طبعا. من طول فتره دراستي من اولى ابتدائي الى ثالثه ثانوي كنت طبعا انا او من ثانيه ابتدائي او ثالثه يعني بالظبط يعني، وانا في الاذاعه المدرسيه بدأت بقى كنت بقرأ قرآن تفتيل في الإذاعة تمام. وطبعا بدأت مع القرآن بدأت نسمع إنشاد وابتهال لمشايخ كتير يعني، أو للمشايخ محمد عمران يعني. فبدأت بقى مع القرآن ابتهاله كده يعني. طيب قول لنا نفسك في إيه أو بتتمنى إيه؟ والله أنا نفسي ابقى في اذاعه صراحه يعني. انا حاليا بجتهد عشان عاوز ابقى قارئ في الاذاعه ان شاء الله عن قريب باذن ربنا يعني، ربنا يقوينا عليها يعني. نفسك تبقى قارئ في الاذاعه؟ اه. ومين مثلك الاعلى في ايه؟ في الانشاد وفي تلاوه القران الكريم؟ والله اللي من 10 سنين وجاي كده طبعا نمى موهبتي اكتر وتعلمت منه كتير الشيخ اسامة علام، ده استاذي وبتشرف بيه يعني، والشيخ كريم ميزو، الشيخ كريم محمد فرج، دول يعني اللي هم اللي نموا فيها الابتهال والانشاد والقران يعني. هم الاثنين دول اللي كانوا معايا اول باول يعني. طيب قول لنا انشاد. اسمعي انشاد. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا إذا قلت يا مولاي لباني أصاك تسترني أنسى
فكيف أنسى ساني. لوح الحمام على الغصون شجاني، لوح الحمام على الغصون ورأى العزول صبابتي، ورأى العزول ورأى العزول صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الديان. يا مجيب السائلين، يا من تجيب العبد قبل سؤاله، وتجود للعاصين بالغفران. النبي صلى عليه، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه. احنا بنشكر حضرتك وبنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله تبقى قارئ معروف. ربنا يكرمك يا رب. شكرا يا استاذ زين، تعبنا حضرتك، ربنا يوسع عليك يا رب. متابعينا، كنا في بث مباشر مع حضراتكم من مركز أبو المطامير مع عمر، صاحب موهبة جميلة في الإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم، وبيحلم وبيتمنى أنه يبقى قارئ معروف. أنا بس معلش زين الناس، أنا حابب بس أشكر حد ممكن طبعا في أبو المطامير ثمرة القرآن منتشرة بقى لها سنتين الحمد لله طبعا صاحب الثمرة دي الشيخ أسامة عبد العظيم، ده أخويا وحبيبي والشيخ حسن رشدي قرب، دول الشيخ أسامة أولا كان اللي خدت الأول على مستوى العالم نوران الأكرم تحت إيد الشيخ أسامة، كان في مجمع شعراوي. طبعا الشيخ أسامة برنامج الحفظ بتاعه كان مختلف تماما، والكلام ده موجود فهو مطمئن مش كلام. فأنا بشكره شكر كبير، هو أخويا الشيخ حسن رشدي القرم والمشايخ اللي معانا في المجمع، الشيخ بكر والشيخ محمد والشيخ سامع عشان ما أنساش حد والشيخ ماهر. طبعا يا ربنا يوسع عليه ويكرمه ويحفظه يا رب، ويجزيه عننا كل خير، اللهم امين يا رب العالمين. شكرا لحضرتك متابعينا، شكرا لحسن متابعتكم.